أنا محمد وأنا شخص محب التصوير التاريخ والسفر، لذلك أحب أنشر رحلاتي من خلال قناتي هذه. اليوم رحلتي غير، قررت خلال 3 أسابيع أسوي رود تريب إلى أوروبا أزور فيها أجمل مدن وبلدات الألمانية. لكن رحلة اليوم غير، بزور مدينة تعتبر من أجمل وأعرق وأقدم بلدات الغابة السوداء في ألمانيا، يقولون أنها موطن لأهم فلاسفة الألمان مثل شوبنهاور وهيجل. حياكم معنا في توبينغن الجميلة، أجمل مدن بشوابية الألمانية. صباح الخير يا أحباب، غوتن تاغ أو غوتن موغن من مدينة ألمانية جديدة. هذا اليوم الخامس لي في ألمانيا ورود تريب بلش. راح أزور عدة مدن ألمانية، بدايتي كانت من ولاية رينلاند فالز وتحديدا سبايبروكن، ومتجه إلى ساكسونيا، وتقريبا 2 ساعة من سبايبروكن وصلت مدينة جديدة جميلة في ولاية بادن فينتبرغ. هذه ولاية جميلة اللي واقعة يعني قريب سويسرا. الحين أنا تحديدا في مدينة توبينغن، هذه المدينة الجميلة يعني واحدة من أجمل مدن ألمانيا، صايرة قريب شتوتغارت تقريبا نص ساعة. وهذه مدينة مشهورة في جامعتها، مشهورة في يعني ترتيبها، مدينة جدا قديمة. شوف شلون الأجواء جميلة، درجة حرارة تقريبا 26، وبداية موفقة حق الرود تريب. رايحين إلى الأولد تاون. بادن فينتبرغ معروفة في هذه المنازل الجميلة اللي واقعة على نهر النيكار. شلون المدينة متروسة طلبة، في هناك قوارب جميلة نقدر ناخذ تور. شلون الزهور حلوة. عموما هذه الأولد تاون، الحين رايحين لها الأولد تاون. مشكلة ان المواقف جدا قليلة. شلون وصلنا الأولد تاون، تحديدا في شارع اسمه نيكار قسة. قسة يعني توقع زقاق، نيكار هذا اسم النهر. وشلون مباني قديمة قديمة جدا، وفي إعلام فرنسا وبالخلف ألمانيا، وبالأمام هذا إعلام الإيطالي، وهذه أول تاون مباني جدا قديمة. هذه مدينة وايد جميلة، أو التاون هذه شلون بيوم زحمة، معروفة أن هذه مدينة طلبة. ليش أنصح بزيارة توبينغن، هذه المدينة الواقعة جنوب ألمانيا؟ ببساطة لأنها محافظة على تراثها المعماري من القرون الوسطى، وبسبب نجاتها من تدمير حلفاء لها خلال الحرب العالمية الثانية حافظت على أغلب مبانيها وشوارعها بدون تدمير. بالإضافة إلى أن هذه المدينة تضم فيها واحدة من أقدم وأفضل جامعات ألمانيا، جامعة توبينغن. هذه الجامعة اللي كان يدرس فيها شوبنهاور وهيجل. وصلت عند السنتر الأول، وتحديدا عند كيرشة سان جورج. كيرشة يعني كنيسة صغيرة، هذا هي ساحة سان جورج. شوف شلون مباني جدا قديمة، هذا القبب المثلثة والدرايش الجميلة، هذا ما يميز يعني هذا الريجن. طبعا حتى عندك بافاريا هالستايل راح يكون موجود. شلون نافورة ترتيب ولا أروع، مكان وايد جميل، الأزهار في كل مكان، يعني ماكو على الترتيب الألماني، يعني صدق شغلهم مرتب. شوف شلون الألمان يعني يوم ماخذين راحة، مع أنه يوم ثلاثة. هذه المدن اللي شوابيا مثل مدينة أولم. أولم كانت يعني مصدر رأس أينشتاين، وتوبينغن وروتلينغن، وفي مدينة أخرى اسمها شوابش هول. هذه كلها مدن في غابات شوابيا، مدن جميلة جدا يعني كلها قريبة من بعض.
اللي بروح المدن هذه يعني الأفضل يسكن في مدينة شتوتغارت. شتوتغارت هي عاصمة هذا الإقليم، إقليم بادن فيرتمبرغ اللي فيها البلاك فورست. شلون كان ولا أروع في الممرات ضيقة هذه، والناس عايشة يعني طبعا ماكو ولا سيارة مسموح لها تدش. قاعد أتمشى في الأرزقة القديمة حق توبينغن، وهذه مدينة مشهورة في جامعتها. طبعاً مو أقدم جامعة لكن واحدة من الأقدم، الأقدم طبعاً هايدلبرغ، بس هذه الجامعة يعني مرموقة، اللي تخرج منها كأنه متخرج من هارفارد، فيحصل وظيفة بأي مكان، تحصل وايد انترناشنال ستودنت هنا. شلون الألمان يعني يحافظون على مبانيهم القديمة بشكل مميز. فشلون المبنى هذي ورا هذا قديم جداً، وشلون حافظين على درايش. هذا النظام من المباني يسمونها هاف تيمبرد هاوسز، مباني خشبيه قديمه من العصور الوسطى. هذا مثلا هني محل يبيع الانتيك. هذه توبينغن، شوف اللوحه هذه ب 1200، هذه اللوحه ب 420، هذه اللوحه ما أطلع سعر. هذا حق أزقة. شلون هذا الرت هاوس أو مبنى البلدية، كان جدا جميل. هني طبعا في هواء لأن مباني متجاورة متلاصقة فما في شمس. شلون حاطين سياراتهم داخل، سووا لها ري انجينيرينج، مباني قديمة لكن سووه أماكن حق السيارات. وصلت من بوابة المدينة، هذه هي بوابة صايرة من الأعلى، بعدين وادي تحت ومكان جدا قديم. هذه مدينة من القرون الوسطى، تخيلوا مباني قديمة جدا. وصلت عند ثاني أهم مكان في روتلينغن، هذه المدينة الجميلة من القرون الوسطى، تخيلوا قديمة جدا. هذا ما يميز ألمانيا محافظتها على مدنها القديمة. هذا مكان اسمه الماركت بلاتس، هني كان السوق في أيام القرون الوسطى، هني قبل يعني أي أحد يشتري أي شيء يجي هذا السنتر، البضائع والخضروات من الريف كله يجي هني. طبعا هذا هو الرت هاوس او مبنى البلديه، شوف شلون قديم جدا، شلون راسمين عليه رسومات جميله وكل شيء مجدد. وانا مستغرب من هذه الزهور، يعني المانيا لها من 10 سنين اول مره اشوف هذه الزهور هني، شيء جديد لكن شيء جميل. هذا هني النافوره يعني تحفه، يعني تخيلوا اوروبا كلها ما راح تشوفون شيء كذي، مباني قديمة محافظين عليها بهذا الشكل. إيطاليا أقدم لكن مو محافظين عليها بشكل ألماني. وهذا هو الرت هاوس، جميل جدا الرت هاوس، يعني أحب الساحات اللي في ألمانيا، هاي الساحات
هاي الساحات فقط تشوفها في أوروبا، في فرنسا، إسبانيا، بولندا، إيطاليا. بريطانيا ما فيها ساحات ولا أمريكا، لذلك لها جمال خاص. فيديو اوكي؟ اي قولها يلا. Your first time اوكي يا بارنر؟ اي. لا تخاف كل شيء. وهذا هو الماركت قسى. قسى قلنا يعني زقاق، والماركت يعني سوق. بس اليوم شوف شلون هدوء. هذه مدينة قديمة، دخلنا من هني ومن هني وصلنا هني. احنا الحين في هذا الشارع، كان يعني قديم جدا، يحتاج وقت كبير. هذه وجبة ال وآخر مكان في توبينغن، هذه حديقة اسمها لاتينن ألي. هذه صارت جزيرة داخل النهر، فيها هذه البيوت الجميلة. شلون المكان وايد حلو. هذه مدينة طلابية وكل فيها طلبة، ذلك يعني أغلبها شباب. وبعد 3 ساعات قضيناها في توبينغن، لازم نتحرك ومتجهين الى بافاريا، وتحديدا مدينه اسمها ميمينغن. المدينه هذه بدايه بافاريا، لان احنا رايحين في رود تريب، راح نوقف في محطات عديده. نهايه اليوم بعد ميمينغن راح نوصل ميونخ، راح تكون المركز عشان نستكشف بافاريا. من الحديقه هذه خليكم نروح ميمينغن. نشوفكم بعد 2 ساعة. واعتقد على كذي خلصنا زيارة توبينغن الجميلة. واذا عجبكم المحتوى لا تنسون تسوون شير ولايك سبسكرايب. يعطيكم العافية.